فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: من سرق سيارة وهي واقفة أمام بيت صاحبها في الشارع، فهل وقوفها في الشارع يعد حرزا لمثلها؟ والله هذه مسألة فيها نظر، هذه عرضت على هيئة كبار العلماء ولم يتوصلوا فيها إلى حكم، تحتاج إلى بحث. نعم، إذا كانت مقفلة، أما إذا كانت مفتوحة فهذه ما فيها شك أنها غير محرزة، لكن إذا كانت مقفلة وجاءوا كسر القزاز هذا ما هو بعيد أنه حرز. نعم، مثل البعير المعقول إذا عقل هذا حرز، وجاءوا فك العقال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.